نتمنى ده، لكن زي ما بقول لحضراتكم هذه الجلسة الأولى للجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم، قرر تعيين الكابتن علاء عبد الصادق النجم ومدير الكرة في الأهلي السابق عضوا بمجلس إدارة الشركة، وقبول استقالة الكابتن حسام غالي بعد انتخابه عضوا في مجلس إدارة النادي. إذن بينضم الكابتن علاء عبد الصادق كعضو في مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. ماذا تقرر في هذا الاجتماع؟ كلام كان مهم من الأستاذ عمرو شاهين المدير التنفيذي للنادي للشركة عقب هذا الاجتماع، نشوف. كان عندنا الجمعية العمومية الأولى لشركة كرة القدم، الهدف منها طبعا كان ان احنا بننسق يعني اجراءات بروتوكولية اكتر منها انها قرارات. كان بنعين مراقب حسابات وبنعين مستشارين القانونيين، بنعتمد الميزانية الابتدائية للشركة وشوية قرارات تانية تخص بداية العمل داخل شركة كرة القدم يعني. وطبعا بتم في حضور الممثلين، كان معنا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ممثل عن النادي اللي هو ليه النسبة الأكبر من أسهم الشركة طبعا، وبرئاسة ياسين بيه منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور مصطفى بيه فهمي نائب رئيس الشركة، مهندس خالد مرتجي أمين صندوق، أستاذ إبراهيم منيسي كممثل لمجلة النادي الأهلي، بالاضافه طبعا للكابتن حسام غالي لان ده كان اخر جلسه لي اللي قدم فيها استقالته من عضويه مجلس اداره الشركه عشان انضمامه طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي. وتم الاتفاق على ان هيحل محله كابتن علاء عبد الصادق في مجلس اداره شركه النادي الاهلي لكره القدم. كل توفيق للشركه بكامل تشكيلها، كل الامنيات ان يكون كل عضو بما فيهم احدث عضو كابتن علاء عبد الصادق يستطيع ان يضيف، ومن خلال الشركه والعمل المؤسسي اللي هتدار به الشركه ننتظر ومعنا كافه جماهير الاهلي في كل مكان ان نرى تطور واهداف تتحقق باذن الله على ارض الواقع.